فريق الأخضر واجدين. السؤال يقول: يبلغ ارتفاع شلالات فيكتوريا 108 أمتار. 108 أمتار. ديجا أولاً وين يقع شلالات، وين تقع شلالات فيكتوريا؟ هاي صحيح أم خطأ؟ يلا الآن قبل ما يخلص الوقت تروح لكم النقطة. صحيح أم خطأ؟ ها؟ صحيح. خطأ. أي للأسف إجابة غير صائبة. شوفوا لازم معلش لازم تعطوني إجابة قبل ما يخلص الوقت وبصوت عالي باش نسمعكم مليح، أوكي؟ يلا الآن فرصة أخرى ليكم باش تعدلوا النتيجة. ها السؤال يقول: الكتابة المسمارية ابتكرها المصريون، المصريون صحيح أم خطأ؟ خطأ. أي صحيح أم خطأ؟ أي خطأ. جمهور هدوء خليهم يركزوا. خطأ. نعم خطأ. كانت فرصة واستغلتها. نعم جمهور غادي نقول لكم حاجة، ما لازمش تشوشوا عليهم وما لازمش تشوشوا عليهم خاطر على بالي انتم تبغوا تشاركوا، بصح انتم لازم تديروا اجاباتكم باش تكونوا متاكدين منها. يا ما غلطوا الجمهور هنا، يا غلطوهم بالاجوبه. ركزوا مع رواحكم فاهمين. ها نروح على الفريق الاخضر ودوا بالنصائح اللي مديتهم الان. السؤال يقول: يتنفس الانسان ثاني اكسيد الكربون، صحيح ام خطا؟ خطا. أكدين وش يتنفس الإنسان؟ أكسجين. بصح نخرجوا ثاني أكسيد الكربون. إجابة صائبة. نعم افرحي شوية، صوتي شوية بالعمي.